هنا بدرب بن جدية بمدينة الدار البيضاء انفجر خزان للمياه الساخنة بحمام الزياني ما أدى إلى إصابة 15 شخصا بينهم حالات وصفت بالخطيرة والتي نقلت إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد لتلقي العلاجات اللازمة. كنا جالسين في الدار أخويا تسمعنا الشوتيرة تفرقعت، الوقت اللي تفرقعت ضربت بلافون فوقاني بروميير إيطاج ديال النساء تيعوموا، هبطات مرة من تما تطلق السيد اللي كاين اللي الشوديرات اللي مقابلين العود تحرقوا بجوج، هبطت السيدة من البلافون لتحت، خرجوا الناس عريانين ولاد الدرب هنا كلهم جايبين المنطات يطيحوا الناس. السيد هادشي اللي كان عمر ما كانش مشكل، الموت ما كايناش. خمسة تفرقعات الشوديرة ومن بعد داج لابيلونس داد داكشي للسبيطار وما كاين لا موت الأول. من جانبهم استنكر سكان درب بن جدية تواجد حمام الزياني بالحي وطالبوا بإيقافه على الفور منددين بالأدخنة والثلوث الذي يسببه لسكان الحي. هذا الحمام بعدا ما خاصوش يبقى هنا لانه وسط حي سكاني، ما خاصوش يبقى بصفه نهائيه، ولا بقى هنا حنا غنديروا اضراب عليه لانه ما خاصوش يبقى. الناس مضروره من الدخان، من الحساسيه، من الضيقه، من اي حاجه حنا مضرورين فيها. الدراري مراض، الدراري صغار مراض، حنا مراض، وكلشي وصابرين، ولكن ملي وصلت الحاجه ديال العافيه. بالنسبه دابا الحي ديال الكراج عندنا راه تشق لاننا حنا متكيين على الموبل. وفي انتظار معرفة مصير ضحايا هذا الحادث يبقى السؤال مطروحا، من يتحمل مسؤولية مراقبة هذه الحمامات العصرية؟